السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعرف ايه هو اوتوديسك فورج. هو اوتوديسك فورج هي منصة كلاود على الانترنت تبع اوتوديسك، بتقدر ان انت توصل برامج ببعض، بتوصل معلومات ببعض وهكذا. طيب ممكن اقول له انا عايز اشوف الابس، او هتيجي هنا وتقول له ماي ابس، هيفتح لك الصفحة ديت. هقول له انا عايز اعمل كرييت ابس، فبيقول لي هتسميه ايه، فاقول له مثلا STS01. الديسكريبشن بتاعه STS، تبدأ بقى تشوف ايه الوصف اللي انت عايز توصف بيه البرنامج. بعد كده بيقول لي كول باك يو ار ال، ده عبارة عن اللينك اللي تواصل معاه. تمام، هو فيه اللي هو اللوكال، ده يبقى انت بتتواصل مع الجهاز الشخصي بتاعك، اليو ار ال الموقع، وبعد كده دي بقى اهم حاجة الاي بي اي، انت عايز الجهاز بتاعك او عايز التطبيق بتاعك يتواصل مع الاوتوديسك كونستراكشن كلاود، يتواصل مع الملفات اللي موجودة عليها، ولا بيم 360، ولا يعمل إدارة للبيانات بتاعتك داتا مانجمنت، ولا ديزاين اوتوميشن يعمل حاجات تلقائية، ولا رياليتي كابتشر بيبدأ يحول الصور لموديل وهكذا. تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها، لو في حاجة انت مش عايزها بتشيل من عليها علامة الصح وتقول له كرييت ابس، فبيبدأ يتأكد ان المعلومات كلها موجودة وبيبدأ يديني كلاينت اي دي. انا كنت مثلا شغال على حاجة في الارك جي اس برو، فقال لي عايز تتواصل مع الاوتوديسك فورش عشان تعمل جيو بيم، فلازم تديني كلاينت اي دي، فده بيخليني اتواصل معاه من اي جهاز انا عايز. طيب ودي التطبيقات اللي موجوده، فلو انت عايز تعمل اديت تقدر تعمل، او تقول له اعمل لي سيف للملف دوت، وبعد كده تقدر ان انت تدخل تعدل فيه زي ما انت عايز، بحيث ان انت مثلا تبدا تبرمج فيه زي ما نشوف في الدروس اللي بعد كده. واجمل ميزه ان هو فيه دوكيومنتيشن كتير، يعني لو اي واحده فيهم عايز تقرا الكود بتاعها وتبدا تتعلم فيه، فبتدخل هنا بتلاقي الهيلب بيشرح لك الاكواد ويديك اكواد جاهزه. ممكن تكون عايز تحط الموديل بتاعك 3 دي قدام الناس على الموقع بتاعك، بحيث ان هم يقدروا يشوفوا الموديل ويقدروا ياخدوا المعلومات اللي هم عايزينها، فهتلاقي هنا كل الاكواد اللي انت ممكن تحتاجها، وهتلاقي على موقع بيم اريبيا شرح بتاع الجافا سكريبت الخاص بيه لو انت عايز تبرمج بالجافا سكريبت جوه الديسك فورش. عشان تبرمج في الديسك فورش انت محتاج كذا لغه برمجه بيتكاملوا مع بعض، مش لغه برمجه واحده بس. بدايه خليك في لغه الجافا سكريبت.